سأتحدث في هذا الفيديو عن اثنين من العراقيل القانونية التي واجهت المقدسيين بعد الحرب على قطاع غزة. الموضوع الأول هو موضوع إقامات لم الشمل وتحديد المواعيد أمام الداخلية وإلغاء الإقامات للأسباب الباهتة، والموضوع الثاني موضوع البطالة والفصل بين العمل ومخصصات البطالة أمام التأمين الوطني. فيما يتعلق بموضوع تحديد مواعيد لم الشمل، لاحظنا من خلال عملنا في مركز العمل المجتمعي أن هناك من يواجه مشكلة تحديد مواعيد لم الشمل. تجدر الإشارة أن وزارة الداخلية بوادي الجوز في الوقت الحالي قد فتحت أبوابها، ويمكن لمن يهمه الأمر التوجه لدى الداخلية. أبواب الداخلية مفتوحة بأيام الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 8 حتى الساعة 12، ويوم الأربعاء بعد الساعة 1 بدون حجز موعد. وفي الوقت الحالي نحن الآن في منتصف شهر 2، أقرب موعد يمكن أن تعطيك إياه الاستعلامات في الداخلية حتى شهر 4 2024. هناك من انتهت إقامته بشهر 2 فيستطيعون التوجه إلى المنصف عبر الهاتف لأخذ موعد خلال المدة التي تسبق موعد الداخلية لديه. كذلك لاحظنا رفض الكثير من الطلبات لأسباب أمنية قد تكون باهتة، منها أن الشخص الذي يطلب له التصاريح يعمل في دوائر السلطة الفلسطينية أو لديه أقارب لديهم موانع أمنية، ويمكن لصاحب العلاقة تقديم رده المفصل، وننصح أن يكون ذلك بواسطة محام. نحن في مركز العمل المجتمعي لدينا خبرة وباع طويل، ويمكن التوجه إلينا في هذا الخصوص. وموضوع ثالث سأتحدث عنه هو موضوع الإجازة بدون راتب وموضوع البطالة لمن اضطر إلى ذلك بسبب الحرب. لا يمكن إجبار العامل على أخذ إجازة بدون راتب، يجب أخذ موافقة العامل على الإجازة بدون راتب. كذلك ينبغي على العامل أن يعلم أن عليه أن يمثل أمام مكتب العمل كما هو مطلوب منه، حيث أن مكتب العمل قد فتحت أبوابه في الآونة الأخيرة. أضف إلى ذلك أنه يجب على العامل أن يدفع بدل تأمين وطني في فترة البطالة أو فترة الإجازة بدون راتب، وأنه ليس لديه حقوق في صناديق الادخار أو صناديق البطالة في هذه المدة. كذلك على العامل أن يعلم أن مدة توفيرات البطالة محدودة حسب عدة عوامل. ولمن لديه أسئلة أو استفسارات أخرى يمكن أن يتوجه إلى مركز العمل المجتمعي عبر العناوين والأرقام التي تظهر على الشاشة.